ينضم إلينا من الخرطوم مالك طه، وهو رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية. أهلا بك سيد مالك برفقتنا مع قناة الحدث. يعني الرئيس البشير يرأس اليوم لجنة الحوار الوطني منذ إعلان حالة الطوارئ، ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ سيد مالك، سيد مالك هل تسمعني؟ يبدو أن الصوت ليس جاهزا، سنعود إلى ضيفنا حال توفر أو جهوزية الصوت.